السائل ميم عين من القريات يقول: أرجو منكم توضيحا مبسطا عن حقوق الزوج وحقوق الزوجة، جزاكم الله خيرا. حقوق الزوج وحقوق الزوجة حقوق كثيرة، وهي ما يجب على أحدهما للآخر بسبب الزوجية. أما من حقوق المرأة على زوجها الإنفاق عليها وإسكانها بالسكن المناسب وكسوتها الصيف والشتاء والمبيت عندها ومعاشرة بالمعروف، كما قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. ومن حقوق الزوج على زوجته طاعته بالمعروف، وإذا دعاها لحاجته فإنها تجيب ولا تمتنع، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه. هذا من حقوق الزوج على زوجته. نعم.